يلا يا جماعه، كل بعد اذن حضراتكم صفحه 38 هنتكلم عن الشابتر اللي عليكم معانا بعنوان كاردياك اوت بوت. الشابتر اللي عليكم معانا هو كاردياك اوت بوت. طبعا المره اللي فاتت كنا خدنا الهارت ريت واتكلمنا عن الهارت ريت بالديفينيشن والفاكتور ريجوليتنج الهارت ريت. قعدنا النهارده مع شابتر الكاردياك اوت بوت. نبدا اول حاجه عاوزين نعرف تعريف الاستروك فوليوم وتعريف الكاردياك اوت بوت، ثم نتكلم عشان انت عارف بس الشابتر ده ماشي ازاي. بناخد تعريف الاستروك فوليوم وبناخد تعريف الكاردياك اوت بوت، ثم بناخد فاكتورز افكتنج الكاردياك اوت بوت، ثم بناخد فاكتورز افكتنج الفينوس ريتيرن. ده الاربع حاجات اللي احنا مطالبين بيهم ان شاء الله في شابتر الكاردياك اوت بوت: تعريف الاستروك، تعريف الكاردياك اوت بوت، فاكتورز افكتنج كاردياك اوت بوت، وفاكتورز افكتنج الفينوس ريتيرن. بنبدا اول حاجه بالاستروك فوليوم. وما هو الفرق بين الاستروك فوليوم وبين الكاردياك اوت بوت؟ استروك فوليوم معناه كم الدم اللي خارج من القلب في النبضه، انما الكاردياك اوت بوت هو كم الدم اللي خارج من القلب في الدقيقه. عشان كده نبص اول حاجه على تعريف الاستروك فوليوم. الاستروك فوليوم بيقول ذا فوليوم اوف بلاد بامبد بير بيت، هو كم الدم اللي هيدخل في كل نبضه واحده بير بيت باي اتش فنتريك من الفنت. ده بيكون بيساوي تقريبا 80 مللي بير بيت ديورنج ريست، يعني في النبضه الواحده قد ايه دم بيخرج من القلب؟ 80 مللي. امال يعني ايه بقى كلمه مينيت؟ مينيت فوليوم او الاسم الثاني اللي هو الكاردياك اوت بوت. كاردياك اوت بوت ليه اسم ثاني اسمه مينيت فوليوم، من الاسم اهو مينيت فوليوم، يبقى كم الدم اللي خارج في الدقيقه. بيقول ده الفوليوم اوف بلاد بامبد بير بيت باي اتش فنتريكل. يبقى لو قلت بير مينيت يبقى كاردياك اوت بوت بير بيت، يبقى ستروك فوليوم. مكتوب عندك ان الاستروك فوليوم بير بيت 80 مللي، انما المينيت فوليوم او الكاردياك اوت بوت ده الفوليوم اوف بلاد بامب بير مينيت بالاتش فنتركل. وطبعا هيكون بيساوي ايه؟ كم الدم اللي خارج من القلب في الدقيقه اكيد هيكون بيساوي كم الدم اللي خارج في النبضه الواحده مضروب في عدد النبضات في الدقيقه. عشان كده السي او بي اللي هو الكاردياك اوت بوت بيساوي الاستروك فوليوم. ايه الاستروك فوليوم ده؟ كم الدم اللي خارج في النبضه الواحده نضربه في الهارت ريت. ايه الهارت ريت ده بقى؟ عدد النبضات في الدقيقه. فيبقى الاجمالي تقريبا 5 لتر بير مينيت اندر ريستنج كونديشن، يعني في حاله الراحه. يبقى احنا عندنا الاستروك فوليوم بيساوي كام؟ الاستروك فوليوم بيساوي 80 مللي. امال الكاردياك اوت بوت بيساوي 5 لتر في الدقيقه اللي بيخرج بير بيت ستروك فوليوم، اللي بيخرج بير مينيت كان الكاردياك اوت بوت او المينيت فوليوم. وده كده اول عنوانين معانا. تعالوا بقى نخش على الفاكتورز افكتنج الكاردياك اوت بوت. ايه العوامل المؤثره في كم الدم اللي خارج من القلب في الدقيقه؟ اول حاجه افكت اوف فينوس ريتيرن، وده بنسميه الستارلينج لو، وده اللي بنسميه البريلود. فاكرين من غير ما اقوله كنا بنقول لو كم الدم رجع كتير الدم اللي هيبقى في الاتريوم هيكتر، فكم الدم اللي نازل للرايت فنتريكل هيكتر، فالاند دايستوليك فوليوم هيزيد. فالاند دايستوليك فوليوم والانيشال لينس لما يزيد الباور اوف كونتراكشن تزيد، فكم الدم اللي هيضخ هيبقى اكتر. ده اللي اسمه البريلود. او عندنا الايفكت اوف ارتيريال بلاد بريشر، وده بنسميه الافتر لود. وعندنا الايفكت اوف هارت ريت والسمباثيك والفيجاس والايفكت بتاع الهرمونز والدراج والاوتوليك والبكتيريال توكسين والكيميكال توكسين. ما تحفظليش دول، ابدا يلا على طول مباشره بالايفكت اوف فينوس ريتيرن او بنسميه ستارلينج لو او بنسميه البريلود. ولازم هنا افرق لك بقى بين يعني ايه بريلود ويعني ايه افتر لود. بريلود معناه تعبئه الدم ما قبل الضخ، انما افتر لود معناها مرحله ما بعد الضخ. يعني لما تيجي تعبي دم عشان قلبي ينقبض، تعبئه الدم ما قبل الانقباض اسمها البريلود. انقباض القلب وضخ الدم ده اسمه افتر لود. اذا البريلود هي مرحله التعبئه ما قبل الانقباض، وده اللي كانت ستارلينج لو. وطبعا كنا قايلين ستارلينج لو ده خدناه في الاول خالص، كان بينص على الاتي: ويزن ليميت في حدود معينه، سترينث اوف مايوكارديال كونتراكتيليتي قوه انقباض عضله القلب كانت دايركتلي بروبورشنال مع الاند دايستوليك فوليوم، او كان الاسم بتاعه الثاني اللي كان اسمه الانيشال لينس. وكنا هناك بنقول ويزن ليميت لان كنا بنقول اوفر ستريتش ويكن الكونتراكتيليتي، فهنا كاتب برضه اوفر ستريتش اوف ماسل فايبر ويكن المايوكارديال كونتراكتيليتي. لو زاد الفينوس ريتيرن، فكر بقى كده يلا، طول ما بنجمع المنهج الموضوع بيبقى اسهل طالما انت جمعت كل القوة مع بعض كده. لو الفينوس ريتيرن زاد
كم الدم اللي راجع لو زاد؟ كم الدم اللي داخل الرايت اتريوم يحصل له ايه؟ هيزيد. فكم الدم اللي رايح للرايت فنتركل؟ هيزيد. فالاندايستوليك فوليوم هيزيد والانيشال لينس يزيد، فالكونتراكتيليتي تبقى اقوى، فكم الدم اللي خارج يبقى اكتر. عشان كده بيقول انكريز الفينوس ريتيرن هيزود الدايستوليك فيلينج. يعني ايه دايستوليك فيلينج؟ كم الدم اللي دخل القلب مرحله الدايستول، فهيزيد الكاردياك اوتبوت. اذا الستارلينج اللي هو يا جماعه بيزود الكاردياك اوتبوت، ببساطه زياده الفينوس ريتيرن بيزود الكاردياك اوتبوت، زياده الفينوس ريتيرن بيزود الكاردياك اوتبوت. امال ايه تاثير الارتيريال بلاد بريشر بقى اللي اسمه الافتر لود؟ قلنا افتر لود يعني ايه؟ افتر لود معناها بعد الضغط. كلمه تاثير ارتيريال بلاد بريشر معناها الاتي، سيبك من اللي عندك ده كله وخليك بس معايا ثواني. القلب لما يجي يضخ كم دم، هل هيضخه في ضغط عالي ولا ضغط واطي؟ يعني ايه ضغط عالي وضغط واطي؟ هل الاوعيه ضيقه ومعبيه دم فالقلب يجي يضخ ما يعرفش، ولا هل الاوعيه واسعه وكم الدم فيها قليل فالقلب يجي يضخ يعرف؟ المقاومه اللي بيلاقيها القلب لما يجي يضخ ده اللي اسمه الافتر لود، واللي عامل الافتر لود هو الارتيريال بلاد بريشر. اذا سؤال بقى، لو الضغط عالي، لو الضغط عالي القلب يعرف يضخ دم كبير؟ لا، هيبقى كم الدم اللي هيضخ قليل. طب لو الضغط قليل القلب يعرف يضخ كتير. اذا الفكره في الضغط، لو الضغط عالي معناه المقاومه عاليه، معناه القلب يجي يزق الدم ما يعرفش لان المكان ده مسدود. انما لو الضغط قليل يبقى المكان مفتوح، القلب يضخ زي ما هو عاوز. ده اسمه الافتر لود، مرحله ما بعد الضغط. مكتوب عندك بيقول ارايز ان ارتيريال بلاد بريشر، لو الضغط عالي هيزيد الاند دايستوليك فوليوم. الاند دايستوليك فوليوم هيزيد. ايه اللي هيخلي الاند دايستوليك فوليوم يزيد بقى؟ بصوا يا جماعه، الاجزاء بتاعت الحاله دي اجزاء تقيله، فيا ريت تفكر معايا كويس وركز معايا قوي في كل كلمه. هو ده لما يكون القلب بينقبض عشان يضخ الدم، بس المشكله ان في مقاومه كبيره قدامه. لو القلب جواه كم دم معين، هل كم الدم ده كله هيقدر يخرج؟ ولا شويه هيخرج وشويه هيفضلهم؟ شويه هيخرج وشويه هيفضل ليه؟ ما عرفش يزق كله، فزقت اللي قدرت عليه والباقي فضل عندي. واللي فضل عندي ده جاله دم جديد، فكم الدم الاجمالي كتر. زقت شويه، اتبقى شويه، جالهم جديد، كم عمال يكتر 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 يكتر، فالاند دايستوليك فوليوم يزيد نتيجه انكمبليت ايفاكيويشن. ما انا مش عارف افضي بالكامل، انا عمال يتبقى عندي جزء وينضاف له جزء، يتبقى جزء وينضاف له الفينوس ريتيرن اللي جاي، وبالتالي بخرج كم قليل وينضاف كم على اللي موجود، فالكم الاجمالي عمال يزيد. عشان كده بيقول زياده الضغط بتزود الاند دايستوليك فوليوم اوف ذا فينتر ديو تو انكمبليت ايفاكيويشن، نتيجه ان الفينتر ما بيفضيش، ده بيتبقى فيه شويه دم. ليه بيتبقى فيه شويه دم؟ عشان مش قادر يضخ كله، المكان مسدود ده وما بيضخ شويه. So volume that remain، الكم المتبقي is added to the volume arrived by venous return. يعني شويه الدم اللي متبقيين دول هينضاف لهم الدم اللي هيرجع كمان بالفينوس ريتيرن. وزن فيو بيتس بقى في شويه ضربات، واسمع دي بقى كده مني عشان تفهم دي كويس. بص يا جماعه، القلب، انا هشبه لك الموضوع كله. القلب تيجي تبص تلاقيه بينقبض في ضغط عالي بره، ينقبض يطلع شويه يتبقى شويه، اللي بعدها ينقبض يطلع شويه يتبقى شويه، طبعا عمال ايه، فينقبض يطلع شويه ويتبقى شويه. بعد كام نبضه كده تبص تلاقي كم الدم اللي متوقف في القلب بقى كتير قوي، يقوم القلب فجاه مره واحده يقول ايه، عمل انقباضه قويه جدا زائد كل الدم اللي فيه مطلعه بره، لان قوه انقباضه الكبيره قوي دي بقت اقوى من الضغط. يعني هو في الاول عمال يعمل ايه؟ يطلع شويه ويبقى شويه، ينضاف لهم جديد. يطلع شويه ويبقى شويه، ينضاف لهم جديد. يطلع شويه ويبقى شويه، ينضاف لهم جديد. فالاندرازوليت الاول جاي فجاه يطلع الكم ده كله ويرجع يعيد من الاول تاني، بقى يرجع يبقى نورمال من الاول تاني. عشان كده بنقول لحضراتكم ويزن فيو بيتس في خلال بعض نبضات انكريز دايستوليك فوليوم، دايستوليك فوليوم اللي زاد ده بروديوس انكريز فورس اوف كونتراكشن، هيعمل قوه انقباض شديده. كان القانون ده اسمه ايه؟
starling low and starling low and the stroke volume is restored to its normal value. والستروك فوليوم يرجع زي ما كان تاني. هو الاول الستروك فوليوم كان ايه؟ الستروك فوليوم في الاول كان قليل. اشمعنى؟ في مقاومه، في ضغط عالي، مش عارف بزق كله، بزق شويه، فالستروك فوليوم يبقى قليل 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 لحد ما القلب يبقى عبى دم كتير، يوم جاي ستارلينج شغال، يقوم فجاه طالع كم كبير قوي، يبقى الستروك فوليوم يزيد في نبضه او كم نبضه ثم يرجع نورمال زي ما كان تاني. اذا هو كان الاول قليل بسبب الضغط العالي، فالدم عمال يتراكم جوه القلب، فلما الدم اتراكم قام القلب مقابل انقباضه شديده وطلع الدم ده كله، فلما الدم طلع الستروك فوليوم زاد، وبعدها الستروك فوليوم يرجع للنورمال بتاعه تاني. هو وين بلاد بريشر از لوورد بقى؟ طب لما الضغط يقل الاوبزيت اوكي، هيحصل العكس. في حاله كنا بنتكلم لو مين اللي زاد، لو الضغط زاد، خدها بقى كده بالراحه يلا، لو الضغط زاد ايه اللي يحصل؟ بلغه فهم، مسكوا الكتاب خالص، بفهم، لو الضغط زاد القلب مش هيعرف يطلع كل الدم اللي فيه، فهيطلع كم قليل، فالستروك فوليوم يبقى قليل، فكم الدم المتبقي في القلب هينضاف له الكم اللي جاي جديد، فالاندايستوريك فوليوم يفضل يزيد لحد ما يحصل ستارلينج لو. لما الاندايستوريك فوليوم يزيد الباور اوف مايوكارديال كونتراكتيليتي هي كمان هتزيد، فجاه تقوم جايه تطلع كم دم كبير ترمي اللي متعبي ده كله. ثم بعد كده الستروك فوليوم بعد ما كان قليل ورجع زاد قوي يرجع للنورمال بتاعه. طب لو الضغط قل العكس يحصل، افطر زاد. بعد كده بقى تشينج ان ارتيريال بلاد بريشر هاف نو افكت على الكاردياك اوت بوت، ملوش تاثير على الكاردياك اوت بوت. والكلمه واضحه، انا وانا بتكلم حالا عمال اقول لك تاثير الارتيريال بلاد بريشر على الستروك فوليوم، يعني على النبضه الواحده، انما على اجمالي الدقيقه كله ملوش تاثير. ليه؟ شويه تلاقيه قليل، فجأة تلاقيه زاد قوي، فجأة تلاقيه رجع نورمال، فشوية نبضات بيكون الستروك فوليوم قليل، شوية نبضات الستروك فوليوم عالي، وباقي النبضات الستروك فوليوم نورمال على مدار الدقيقة، شوية قليل، شوية عالي، شوية نورمال، فالمحصلة النهائية واحد، إن مفيش حاجة اتغيرت. إذا التغير بتاع الأرتيريال بلاد بريشر بيكون تغير على مستوى مين وليس على مستوى مين؟ على مستوى الستروك فوليوم، ولكن مش على مستوى الكاردياك أوت بوت. طبعا عند حضراتكم بعد كده افتر ذات تشينج ان ارتيريال بلاد بريشر هاف نو افكت على الكاردياك اوت بوت، بشرط ان الفينوس ريتيرن يفضل ثابت. اذا الارتيريال بلاد بريشر هو تاثيره على الستروك فوليوم وليس على الكاردياك اوت بوت، وده معنى كلمه الافتر لو. اللي عليه الدور هو الايفكت اوف هارت ريت، تاثير الهارت ريت. والهارت ريت هنتكلم في حاجتين اتنين، لو الفينوس ريتيرن ثابت ولو الفينوس ريتيرن زاد. نبدا الاول لو الفينوس ريتيرن ثابت، وركز برضه، بيقول لك فيسيولوجيكال او مودريت تشينج في الهارت ريت، يعني معدل ضربات القلب اتغير بس فيسيولوجيكالي. فيسيولوجيكالي يعني ايه؟ زاد شويه قل شويه في الطبيعي. هاف نو افكت على المينيت فوليوم، ملوش تاثير على الكاردياك اوت بوت. اذا لما ضربات القلب تتغير تغير بسيط الكاردياك اوت بوت مش هيتاثر، بيكوز ستروك فوليوم انكريزز وين هارت سلو. لما ضربات القلب تقل، لما ضربات القلب تقل الستروك فوليوم بيزيد، اند ديكريز لما الهارت اكسلريت، يعني لما ضربات القلب تزيد. خد بالك من دي عشان انا هعمل لك معادله دلوقتي. انا بقول لك اهو فيسيولوجيكال او مودريت تشينج في الهارت ريت ملاش تاثير على الكاردياك اوت بوت. فكر لي كده بعد اذنك يلا، كاردياك اوت بوت كانت بتساوي اف ايه؟ ستروك فوليوم مضروبه في الهارت ريت، صح كده؟ بيقول لك التغير البسيط في الهارت ريت ما بيأثرش على الكارديك اوت بوت. اشمعنى بقى؟ لان لو حصل ان الستروك فوليوم انكريز، او اسف، لو الهارت ريت قل، لو الهارت ريت قل الستروك فوليوم هيزيد، والعكس صحيح، وبالتالي ده بيعوض ده، فالناتج بتاعهم هيفضل ثابت. اذا التغير البسيط في الهارت ريت سيان بالزياده او سيان بالنقصان مش هيأثر على الكارديك اوت بوت، لان لو الهارت ريت قل الستروك فوليوم هيزيد، والهارت ريت لو زاد الستروك فوليوم هيقل، فيبقى اللي بيحصل هنا بيحصل نقيضه هنا، فالكارديك اوت بوت مش هيتأثر. بس بشرط احنا بنتكلم عن فيسيولوجيكال او مودريت تشينج في الهارت ريت، وهنا ما قلتش انكريز وديكريز، انا قلت تشينج، يعني في الحالتين. بص على اللي بعدها بقى،
excessive change in heart rate. لو الهارت ريت زاد قوي او قل قوي، وانا اقول لك either increase or decrease، ده هيقلل الكارديك اوتبوت. يعني لو الهارت ريت زاد قوي ولو الهارت ريت قل قوي هيقلل الكارديك اوتبوت. طب لو الهارت ريت قل قوي هيقلل الكارديك اوتبوت، ده عارفينه. ما هو لما ضربات القلب تقل قوي كم الدم اللي خارج في الدقيقه هيقل قوي. امال لو الهارت ريت زاد قوي ازاي الكارديك اوتبوت ما زال هيقل قوي برضه؟ مش هيبقى لو الهارت ريت زاد قوي 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 مفيش اصلا فتره يعبي فيها دم عشان يضخه. ما هو عمال ينقبض جامد فمش ملاحق يعبي، وبالتالي ما هوش بيعبي دم عشان يضخ دم. اذا لو جيت قلت لك بقى مودريت تشينج في الهارت ريت تأثيرها على الكارديك اوت بوت، نو افكت. اكسسيف تشينج في الهارت ريت ديكريز الكارديك اوت بوت، بس بشرط الفينوس ريتارد يبقى كونستانت. الفينوس ريتارد لازم يبقى ثابت، عشان كده انا هقولها بالطريقه دي بقى. لو الفينوس ريتارد ثابت والهارت ريت اتغير تغير بسيط، زياده او نقصان، الكارديك اوت بوت ثابت. طب لو الفينوس ريتارد ثابت والكارديك اوت والهارت ريت زاد قوي او قل قوي، الكارديك اوت بوت يقل. ده لو الفينوس ريتيرن زاد. امال لو الفينوس ريتيرن زاد بقى اكسلريت اوف هارت ريت ويل انكريز الكاردياك اوت بوت ويز ان انكريز ان ستروك فوليوم باي كاتيكولامين. يعني ايه بقى؟ ولما الفينوس ريتيرن بيزيد، لما الفينوس ريتيرن يزيد، هو فينوس ريتيرن زاد معناه كم الدم، معناه كم الدم اللي راجع هيزيد. ولما كم الدم اللي راجع هيزيد، دم لما يجي في الرايت اتريوم ويزيد كان يعمل حاجه اسمها البامبريدج ريفلكس، والبامبريدج ريفلكس بتاع امبارح يعني يزود هارت ريت. اذا معدل ضربات القلب هيزيد اهو، لما الفينوس ريترن يزيد معدل ضربات القلب تزيد، يقوم الدم نازل للرايت فينتريك، ولما يوصل للرايت فينتريك يقوم مزود الاند دايستوليك، فيقوم مزود الكونتراكتيليتي، فيبقى ضربات القلب زياده وكم الدم اللي خارج من القلب هو كمان زياده. فلما يبقى ضربات القلب زياده مكتوب عندك اهو، زياده الهارت ريت هتزود الكارديك اوت بوت وتزود الاستروك كمان. اذا لو ضربات القلب زادت بس بشرط الفينوس ريترن زايد، وبص انا قلتها ازاي بقى، لو الفينوس ريترن زاد هيروح على الرايت اتريوم يزود الريزميزيتي بالبامبريدج، ويروح على الرايت فينتريكل يزود الكونتراكتيليتي بالستارلينج. يبقى ضربات القلب زادت وقوه الانقباض زادت، يبقى المحصله النهائيه ان الستروك فوليوم كم الدم اللي خارج في النبضه هيزيد. فلما يبقى الهارت ريت زياده والستروك فوليوم زياده، يبقى الكارديك اوت والستروك فوليوم زياده، يبقى الكارديك اوت هو كمان زياده. عشان كده اقولها لك بالطريقه دي بقى، في الهارت ريت، في الهارت ريت لو الفينوس ريتيرن ثابت وحصل تغير بسيط هنا نو تشينج هنا. امال لو الفينوس ريتيرن ثابت والهارت ريت زاد قوي او قل قوي الكارديك اوت بوت يقل. امال لو الفينوس ريتيرن زاد، ما تفكرش بقى، فينوس ريتيرن زاد الهارت ريت يزيد يبقى كارديك اوت بوت بيزيد. ولسه قايلين صح لا بقى، اصلا زياده الفينوس ريتيرن كانت بتزود كارديك اوت بوت في الستارلينج. الصفحه اللي قبلها هتكون من تحت كان اخر سطر بيقول زياده الفينوس ريتيرن بتزود الكارديك اوت بوت. فلما اقول لك كلمه وين هارت وين فينوس ريتيرن انكريز، ما تفكرش، ما هو الفينوس ريتيرن لما يزيد يبقى انت هتقول الكارديك اوت بوت هيبقى هو كمان بيزيد. في ملحوظه بقى، ما هو الهارت ريت برضه قصدي في اي واحده؟ في السيفير تمام. لو الهارت ريت قل، الهارت ريت قل معناه ان هو عمال طبعا عن 80، هو بطيء وضعيف عن 80، يقل عن النورمال بتاعه كتير، عن 80 بكتير. وحتى لو الاستروك ثابت ما قلش، بس ليه معدل ضرب؟ فحتى لو ده ثابت وده قل يبقى الاجمالي قل، هو كمان لانها حصل ضرب اتنين في بعض. اللي بعد كده مكتوب عند حضراتكم ان بي بيقول الكارديك اوت بوت ويل انكريز اباوت 3 تايم باي انكريزنج الستروك فوليوم. يعني هو بيقول لك لو الستروك فوليوم زاد الكارديك اوت بوت بيزيد ثلاث مرات. اللي بعدها مكتوب انكريز ان الهارت ريت
in addition to increase the stroke volume. الكارديك اوت بوت هيزيد 8 مرات. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ هو الكارديك اوت بوت بيساوي اف ايه؟ ستروك فوليوم في هارت ريت. هنا بيقول لك لو الستروك فوليوم اول حته عندك بيقول الكارديك اوت بوت في حاله الستروك فوليوم لو زاد. لو الستروك فوليوم زاد والهارت ريت ثابت الكارديك اوت بوت يزيد 3 اضعاف. ده في المعادله دي. انما لو الستروك فوليوم زاد والهارت ريت هو كمان زاد يقوم الكارديك اوت بوت يزيد 8 اضعاف. يعني هو عاوز يقول لك حاجه لاحظنا في التجارب اللي احنا عملناها ان لما زودنا الستروك فوليوم بس لقينا الناتج بتاع الكارديك اوت بوت كانه انضرب في 3. ولما زودنا الستروك فوليوم مع الهارت ريت لقينا الناتج كانه انضرب في 8. اذا زياده الستروك فوليوم بتزود الكارديك اوت بوت بمقدار 3 مرات، انما زياده الهارت ريت بالاضافه الى الستروك فوليوم زي حالات السيفير اكسرسايز مثلا بتلاقي الكارديك اوت بوت زاد تقريبا حوالي 8 مرات. بعد كده بيقول السمباثيتك ستيميوليشن، دول الصعبين يا جماعه، اللي احنا خلصناهم دول الجزء الصعب في الكارديك اوت بوت، الباقي ان شاء الله اسهل بقى. بالنسبه للسمباثيتك طبعا انتوا عارفين السمباثيتك بيعمل ايه في القلب؟ بيزود كل حاجه، طبعا بيزود قوه الانقباض وبيزود السرعه وبيزود كل حاجه، يبقى اكيد السمباثيتك هيزود الكارديك اوت بوت لانه بيزود المايوكارديك كونتراكتيليتي، وعلى النقيض هيبقى الفيجاس، الفيجاس هيقلل الكارديك اوت بوت لانه كان بيقلل الكونتراكتيليتي. بس الكتاب عاملها كلمه حلوه قوي، كاتب لك السمباثيك بيزود الكارديك اوت بوت لانه بيزود الباور اوف مايو كارديك كونتراكت كلها. انما الفيجاس بيقلل الكارديك اوت بوت لانه بيقلل الكونتراكتيليتي اوف اتريوم. لان احنا كنا قايلين الفيجاس ما بيوصلش للفنتريك، اذا سمباثيك يزود كارديك اوت بوت، فيجاس يقلل كارديك اوت بوت. بالنسبه للايفكت اوف هرمون اند دراج، تاثير الهرمونات والادويه، كان عندنا ده اسمه الديجيتاليس. الديجيتاليس ومعانا ايونات الكالسيوم. فاكرين الديجيتاليس كان بيعمل ايه في القلب؟ كان يقلل ريزميزيتي بس يزود كونتراكتيليتي، فاللي يزود كونتراكتيليتي يزود الكارديك اوت بوت. اذا الديجيتاليس هيزود الكارديك اوت بوت لانه بيزود الكونتراكتيليتي. معانا الكالسيوم، لان مين اللي كان مسؤول عن انقباض عضله القلب اصلا؟ الكالسيوم. فالكالسيوم لما يزيد هيزود الكونتراكتيليتي هيزود الكارديك اوت بوت. ومعانا برضو جلوكاجون والزنسين. فاكرين الجلوكاجون والزنسين كانوا بيزودوا الكونتراكتيليتي، كنا خدناهم في الكونتراكتيليتي، كانوا بيزودوا الكونتراكتيليتي وبالتالي انكريز الكارديك اوت بوت نتيجه زياده الكونتراكتيليتي. لحد دلوقتي كانوا بيزودوا الكونتراكتيليتي ازاي؟ كانوا بيزودوا الكونتراكتيليتي ازاي؟ كان بيقلل تكسير السايكليك اي ام بي. الجلوكاجون كان يزود تكوينه والزنسين كان بيمنع تكسير السايكليك اي ام بي فيزود الكونتراكتيليتي. اذا الديجيتاليس والكالسيوم والجلوكاجون والزنسين كلهم بيزودوا الكارديك اوت بوت عن طريق ان هم بيزودوا الكونتراكتيليتي ولكن بميكانيزمات مختلفه، بس كلهم بيزود الكونتراكتيليتي فيزود الكارديك اوت بوت. بالنسبه للاوتولي اللي هو الهايبوكسيا في عضله القلب نفسها، اوتوليك لعضله القلب يعني عضله القلب مش وصل لها اكسجين، او بكتيريال توكس في عضله القلب نفسها، او كيميكال توكسين في عضله القلب، كنا خدنا الحاجات دي كلها. بتقلل الكونتراكتيليتي يبقى اكيد هتقلل الكارديك اوت بوت. عاوزين نجمع بقى في الجزء اللي انا كنت عامل لك تجميعه في الاول، انا كنت عامل لك فاكتورز افكتنج كارديك اوت بوت تجميعه. جنب كل واحده من دول عاوز بقى اسالك الكارديك اوت بوت بيزيد ولا بيقل؟ في الفينوس ريتيرن في البريلود زياده الفينوس ريتيرن تزود ولا تقلل؟ تزود الكارديك اوت بوت. بالنسبه للارتيريال بلاد بريشر، الارتيريال بلاد بريشر اسمه افتر لود، كان فيه متغيرات. كان الاول الاستروك فوليوم يقل ثم يزيد ثم يرجع نورمال، بس الكارديك اوت بوت كاجمالي نو تشينج. بالنسبه للايفكت اوف هارت ريت بنقسمها فينوس ريتيرن زاد ولا فينوس ريتيرن ثابت؟ فينوس ريتيرن زاد ما تفكرش، فينوس ريتيرن زاد يبقى كارديك اوت بوت زاد. امال لو فينوس ريتيرن ثابت؟ هل الفينوس ريتيرن هو ثابت الهارت ريت تغيره كان اكسسيف ولا مودريت؟ مودريت يبقى نو تشينج، اكسسيف يبقى ديكريز. بالنسبه للسمباثيك والديجيتاليس والكالسيوم والجلوكاجون والزنسين دول كلهم يزودوا الكونتراكتيليتي فيزودوا الكارديك اوت بوت. بالنسبه للفيجاس مع الاوتوليك مع البكتيريا التوكسيك
مع الكيميكال توكسين كلهم يقللوا الكونتر دي فيقللوا من الكاردياك اوت بوت. ولكن ثالث شك معانا في الكاردياك اوت بوت اللي هو فاكتورز افكتنج كاردياك اوت بوت. الشق الرابع معانا في الشابتر ده بيتكلم عن الفاكتورز افكتنج الفينوس ريتيرن. طبعا احنا طول المنهج عمالين نقول فينوس ريتيرن فينوس ريتيرن فينوس ريتيرن، عاوزين نتكلم بقى ايه هي العوامل اللي بتاثر على الفينوس ريتيرن. والعوامل اللي بتاثر على الفينوس ريتيرن بيكون عددهم تقريبا 9 أو 10. هما 9. اول حاجه اسمها فينوس بريشر جريدينت، وهنعرف يعني ايه دلوقتي. تاني حاجه ثوراسيك بام سكيليتال بام دايمتر اوف ارتريول كابيلاري دايلاتيشن فينوس تور جرافيتي كونتراكشن اوف ريزرفوار ارتريال بالسيشن. مين دول؟ واحد واحد يلا. بنبدا اول حاجه بالفينوس بريشر جريدينت. انا بعملها لكم تجميعه، بس التجميعه دي وانت بتذاكر تقراها بعد ما تخلص التفاصيل، ثم ترجع تبص على التجميع. اول حاجه الفينوس بريشر جريدينت. فينوس بريشر جريدينت يعني ايه؟ معناها الحاجه تنتقل من انهي فين لانهي فين حسب فرق الضغط ما بينهم. مكتوب عندك بيقول البريشر في الفينيول بيكون من 10 ل 15، ضغط الدم جوه الفينيول من 10 ل 15، وضغط الدم في اللارج فينز بيكون 5. يعني في الاورده الصغيره الضغط بيكون من 10 ل 15، والاورده الكبيره بيكون 5. ليه؟ عشان طبعا عارفين ان الوعاء هو ضيق، الضغط جواه يكون زياده، ولما يوسع الضغط يقل. الفينيول ده ضيق فالضغط جواه يبقى عالي، والفين ده واسع يبقى الضغط جواه هيبقى قليل. واحنا عارفين الحاجه لما تتنقل في الضغوطات تتنقل من الضغط الايه للايه؟ الاعلى للاقل، فالدم ينتقل من الفينيول الى الفينز. فهمتش برضه اصلا؟ انت ما انتش فاهم يعني ايه الجمله دي كلها؟ جمله الفينوس ريتيرن يعني ايه؟ يعني ايه فينوس ريتيرن؟ يعني الدم من الجسم يروح القلب. هو الدم لما كان بيتجمع من الجسم اصلا كان بيبدا من مين لمين لمين لمين؟ كابيلاريز فينيولز سمول فينز لارج فينز سيرول فيناكيفا وهارت. اذا لازم تبقى الكابيلاريز ضغطها عالي وبعد كده الفينيول يبقى ضغطها اقل شويه عشان الدم يتنقل من الضغط ده للضغط ده، ثم الفينز يبقى ضغطها اقل شويه عشان يتنقل من ده لده، ثم سيرول فيناكيفا وهارت يبقى ضغطهم قليل خالص عشان يروح لهم الكل في الاخر، ثم نصب على القلب. عشان كده هنا بيقول لك الضغط في الفينيول كام؟ من 10 ل 15، وفي الفين 5. فالدم ينتقل من مين لمين؟ من الفينيول للفين، وده الطريق اللي احنا عاوزينه يمشي فيه اصلا. مكتوب عند حضراتكم بعد كده بريشر ان الانترا ثوراسيك فينز از نيجاتيف. الضغط في الفينات اللي في الصدر نيجاتيف. تمام السواليشن؟ كنا خدنا حاجه اسمها انترا بالورال بريشر، وكنا قلنا الانترا بالورال بريشر ده دايما نيجاتيف، وساعتها قلت لك حاجه ضغط الصدر كله بيتاثر بضغط الانترا بالورال، فضغط الصدر كله نيجاتيف. والضغط النيجاتيف كنت قلت لك كلمه شغال شفاف. هو الضغط في الفينيول كان كام؟ من 10 ل 15، وفي الفين كان كام؟ 5، وفي الصدر كام؟ ده مش زيرو، ده مش سالب. فالدم ينتقل من 10 ل 15 للخمسه للسالب للقلب بعد كده. اذا هو بدا لك الموضوع بيقول لك الضغط كان عالي ثم قل ثم قل، ما احنا عايزين نمشي كده. يبدا الاول من الفينيول ثم للفين ثم للانترا ثوراسيك فين ثم للقلب بعد كده. زيس بريشر جريدينت، يعني ايه كلمه بريشر جريدينت بقى؟ اختلاف الضغط، الفرق في الضغط. This pressure gradient is adequate كافي to return the venous blood عشان يرجع الدم تاني. When person lie in recumbent position لما يكون الشخص راقد. وخد بالك انا بقول ايه؟ الفاكتور الخاص بفرق الضغط ده شغله والشخص راقد. اذا اللي يرجع الدم لقلبك وانت راقد فرق الضغط. هو انت بتكون راقد طول العمر ولا بتكون واقف وبتجري احيانا؟ احيانا بتكون واقف وبتجري. عايزين نتكلم عن باقي الفاكتورز بقى. فاكتور رقم 2 ثوراسيك او ريسبيراتوري بامب. ثوراسيك اند ريسبيراتوري بامب كده او كده معناها ايه؟ الفينوس ريتيرن بيزيد مع الانسبيريشن، ده معنى الكلمه. ديورنج الانسبيريشن الفينوس ريتيرن بيزيد. انا ما اعرفش السبب، ما قراتوش، عمري ما ذاكرته، ما شفتوش. ما
بس ايه اللي خلى الفينوس ريتيرن يزيد مع الانس فايريشن؟ هي دي بقى ما تكملوش خلاص انا قلت يا ريت يبقى صح. احنا في الانس فايريشن النيجاتيفيتي في الصدر بيحصل لها ايه؟ بتزيد، يبقى قوه الشفط هتزيد فالفينوس ريتيرن يزيد مع الانس فايريشن، ودي بنسميها الريسبيراتوري بامب او بنسميها الثراسيك بامب. الفينوس ريتيرن انكريز ديورنج الانس فايريشن نتيجه النيجاتيفيتي بتاع الانتراثراسيك هتزيد. واحنا كنا قايلين النيجاتيفيتي دي بتخلي الاوعيه توسع، بتخلي الاوعيه توسع، مكتوب سو ثراسيك فين دايليت، الاوعيه بتصير بتوسع، ولما توسع معناه المقاومه اللي جواها قل والضغط قل فالدم يخلها. عشان كده بيقول لما النيجاتيفيتي جوه الصدر بتزيد الاوعيه اللي جوه الصدر بتوسع، الثراسيك فين دايليت اند ذا ريزيستنس تو بلاد فلو ديكريز، والمقاومه اللي جواهم تقل يعني الدم يمشي فيهم بسهوله. زائد انكريز الانترا ابدومينال بريشر، الضغط جوه البطن هيزيد. واسمع احنا عرفنا انك لما بتيجي تاخد انسبيريشن النيجاتيفيتي بتزيد فالشفط بيزيد، الاوعيه توسع الريزيستنس تقل يعني الدم يرجع، والدايفرام كان بيروح فين؟ ينزل، فالضغط جوه البطن يزيد، فالضغط في البطن لما يزيد يعصر الاورده اللي في البطن يخليها ترمي الدم اللي فيها على فين؟ على الصدر، فالفينوس ريتيرن يزيد بالتبعيه. اذا النيجاتيفيتي بيزيد في الصدر وضغط البطن بيزيد فيزق. مكتوب عندك بيقول انكريز الانترا ابدومينال بريشر نتيجه الديسند اوف دايفرام هيضغط كومبريس الابدومينال فين بامب البلاد توردز الهارت. يبقى كاننا عملنا ايه؟ زودنا الضغط هنا عشان يزق، وقللنا هنا عشان يشفط. فزودنا الضغط هنا زق الدم، نيجاتيفيتي هنا شفط الدم، فحصل ان الفينوس ريتيرن زاد مع مين؟ مع الانسبيريشن، وده بنسميه الثراسيك بامب او الريسبيراتوري بامب. اللي عليه الدور سكيليتال ماسل بامب، من اسمها سكيليتال ماسل، سكيليتال ماسل. هغشك معلومه في الاناتومي قالوها او ما قالوهاش بقولها لكم اهو. في الاناتومي لازم تكون عارف ان الفينز، الفينز الديب فينز، الفينز بتكون والله سوبرفيشال، بس الديب فينز بتمشي جوه العضلات، جوه الياف العضله الهيكليه. يبقى اي انضباط في العضله الهيكليه هيعمل ايه؟ هيعصر الفين اللي جواه، فلما الفين ينعصر ينسوك الدم اللي فيه، ده اسمها سكيليتال ماسل بامب. مكتوب عندك بيقول كونتراكشن اوف فلانتري ماسل، انقباض العضله الهيكليه، كومبريس الفينز ذات لاي بتوين ذا فايبر، بيضغط على الفينز اللي موجوده بين الالياف، ذيس بامب البلاد توردز الهارت. ده بيزق الدم ناحيه القلب، من غير ما اقولها بقى، هو ايه اللي يخلي الدم دايما يرجع ناحيه القلب ما ينزلش تاني؟ ان الصمامات بتكون موجوده فين؟ في الفينز. مكتوب عندك اند الباك فلو ورجوعه تاني از بريفنتد باي الفالف، بيتمنع عن طريق الصمامات. بعد كده لو سالتك حالا بقى سؤال قبل ما اكمل، بس هو مين اللي بيخلي الدم يرجع للقلب وانت راكب؟ فرق الضغط، فرق الضغط مش محتاج اكتر من كده، هو فرق الضغط بس. امال وانت واقف فرق الضغط والبامب ثراسيك بامب والسكيتر المصري بامب وكل الامر ده بتقول اقولها عشان وانت واقف انت القلب اهو، الجسم ده كله عكس الجاذبيه، يعني الدم بيطلع ده كله عكس الجاذبيه، محتاج حاجه تفضل تزقه 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 عشان يوصل للقلب، انما وانت راقد خلاص الدم ماشي كانه ماشي في نهر، ماشي في نفس المستوى، فسهل جدا ان هو يرجع بفرق الضغط بس، انما وانت واقف لازم تحتاج كل العوامل. اللي بعد كده اسمه الدايمتر اوف ارتريول، دايمتر اوف ارتريول. هنا بيقول ارتريولار دايلاتيشن، وخد بالك عشان انا هقول كلمه واضحه، ده الدايمتر بتاع الارتريول مش الكابيلاريز، عشان لما اجي هناك هسال، ده الدايمتر بتاع الارتريول. لما الارتريول توسع الفينوس ريتيرن هيزيد، لان اسمع بقى معنى ان الارتريول وسعت يعني في دم كتير. بس الاول لازم اوضح لك حاجه، بس الكابيلاريز اهي دي الكابيلاريز داخل لها ارتريول طالع منها فينيول، ده يبقى فين، ده كان ارتري، ما هو الارتري يدي ارتريول يدي كابيلاري يدي فينيول تدي الفينز. انا بتكلم لو الارتريول وسعت، هو لو الارتريول وسعت معناها ان كم الدم خدتها في الباثولوجي
اللي كان اسمها الباسيف كونجيشن، لما كم الدم يكتر يوسع الوعاء غصب عنه. الارتريول لما توسع اعرف ان كم الدم اللي داخل الارتري كتير، فكم الدم اللي داخل الارتريول هيبقى كتير، فالارتريول توسع فكم الدم اللي داخل الكبدري كتير، فاللي يوصل للفينيولز كتير، فاللي يوصل للفين كتير، فاللي يرجع للقلب يبقى كتير. اذا لو الارتريول وسعت معناها ان كم الدم اللي تم ضخه كتير، يبقى كم الدم اللي هيرجع كتير. اذا لو الارتريول وسعت الفينوس ريتيرن هيزيد، وده بيحصل في حالات الماسكولار اكسرسايز اند الهايبر ثايروديزم. اشمعنى ماسكولار اكسرسايز وهايبر ثايروديزم؟ لو حد فهم هيجاوبني. الماسكولار اكسرسايز الهارت ريت هيزيد، يعني الضخ هيزيد، فلما الدم يضخ كتير يجي لنا كتير، توسع ترجع كتير. امال الهايبر ثايروديزم؟ في الهايبر ثايروديزم كنا بنقول ان هو بيعمل ايه في ضربات القلب وقوه ضربات القلب، يزودها يعني الضخ يزيد. في الاثنين دول الضخ بيزيد يا جماعه، فلما الضخ يزيد يوسع الارتريول فيرجع دم كتير. لا لا، الارتريول وسعت غصب عنها بسبب ايه؟ دخلها دم كتير. اسمعوا دي بقى عشان في فرق رهيب بين الكلمه دي والكلمه دي. في فرق بين ان الوعاء يوسع فيخش له دم، وبين ان الوعاء لما يخش له دم يوسع. هنا الوعاء وسع ثم دخله دم، ولا دخله دم فوسع؟ دخله دم فوسع. فالوعاء دخله دم فوسع، فالضغط ما وقعش ولا حاجه، ده هو وسع لان الدم مالي جواه، ده بالعكس الضغط عالي. بصوا بقى عشان اسالكم في دي، هو لو الوعاء وسع وبعد كده دخله دم، الضغط اجراله ايه؟ يقل. امال لو الدم دخل فالوعاء وسع يبقى الضغط زاد، هنا الضغط هيزيد. الارتيرولار دايلاتيشن هنا خد بالك مش معناها ان الوعاء وسع، معناها ان الدم دخل كتير، فلما الدم دخل كتير عمال في الوعاء وسعه وخلاه يتمدد غصب عنه، يعني الضغط عالي، يعني عمال ينزق جامد، فلما ينزق جامد رجع كتير. بلاش دي، ينفع بس بلاش، عشان هضطر ان انا اقول لك ان قوه الضغط تبقى اكتر اقل اكتر من الدايلاتيشن، فده بيغلب ده، نخش الحوارات تاني، بلاش، خلينا قوه الضغط بس دلوقتي. بالنسبه للكابيلاري دايلاتيشن بقى، في الكابيلاري دايلاتيشن انا لسه قايل مين اللي حصل دايلاتيشن دلوقتي؟ الارتريول، ولما الارتريول يحصل دايلاتيشن الفينوس ريتيرن هيزيد. طب لما الكابيلاري يحصل دايلاتيشن بقى، تخيل ان دي لما توسع الفينوس ريتيرن يزيد، ودي لما توسع الفينوس ريتيرن هيقل. ليه؟ دي كاباسيتانس. يعني ايه كاباسيتانس؟ بتعبي دم، فلما توسع تخلي الدم جواها، فكم الدم اللي هيرجع؟ هيقل، عشان الدم اتحبس في الكبدر الزينة. اذا لو دي وسعت معناها ان دم كتير دخلها، فدم كتير هيرجع، انما دي لما توسع هتحبس وتعبي دم جواها، فكم الدم اللي راجع؟ هيقل. طبعا حضراتكم بيقول كابيلاري دايلاتيشن ويل ديكريز الفينوس ريتيرن. امال الارتيرولار دايلاتيشن؟ الارتيرولار هيزود، انما الكابيلاري دايلاتيشن هيقلل الفينوس ريتيرن. ليه بقى؟ كابيلاري دايلاتيشن ميك مور فلويد باس فروم بلاد، ده اول حاجه، بس انا مش عاوز دي الاول، انا عاوز اللي تحتها، ان البلاد ستاجنيت ان الكابيلاريز، الدم بيقعد في الكابيلاريز، فالدم لما يقعد في الكابيلاريز ما يرجعش. دي حاجه كمان، ولما الدم يجي كتير والكابيلاريز توسع، الكابيلاريز جدارها كان رقيق وكان في بور، فكم ميه كتير يخرج، فتخيل ان كم دم كتير قوي داخل هنا والكابيلاريز وسعت، قامت جايه مرشحه ميه كتير قوي، فلما رشحت ميه كتير يبقى كم الدم كانه قل، فالفيروس ده يبقى كانه قل، يبقى مبدئيا الدم هيقف، ادي اول حاجه، فمش هيرجع منه كتير. ثانيا الدم اللي موجود هنا هيرشح منه ميه كتير، هيفقد جزء سائل كتير، فاللي هيرجع هيكون قليل لان فقدنا منه جزء هو في الكابيلاريز. طبعا حضراتكم بيقول الكابيلاري دايلاتيشن ميك مور فلويد، بيخلي سائل اكتر باس فروم بلاد تو تيشو، يمر من الدم للنسيج، وبالتالي بلاد فوليوم ديمينش،
كم الدم اللي موجود جوه الاوعيه يقل فالفينوس ريتيرن يقل. يبقى الكابيلاري دايلاتيشن بيقلل الفينوس ريتيرن بميكانيزمين اتنين، رقم واحد البلط بيقف استجنيت، رقم اتنين بيفقد كم سوائل فالبلط فوليوم يقل فالفينوس ريتيرن راجع بيبقى هو كمان قليل. بعد كده بيقول لي حاجه اسمها الفينوس تون. الفينوس تون دي اعرف معلومه بتقول ان جدار الفين عضلات، جدار الفين عضلات، وده معناه ان جدار الفين دايما في حاله انقباض جزئي، ده اسمه الفينوس تون. بقى فينوس تون معناها ان جدار الفين دايما بيكون في حاله انقباض جزئي عشان يخلي دايما الدم يضخ منه. مكتوب عندك بيقول الفينوس تون مينز ذات، معناه ستيت اوف بارشال فازو كونستريكشن، دي جزئي في الفين كوزد باي كونتينوس سمباثيك ديسشارج تو ذم. هو عاوز يقول لك ان الفين جداره بيكون سموس مصل، والسموس مصل دي دايما وصل لها سمباثيك، السموس مصل بتاع الفين عليها الفا 1 ريسبتور. هو لما يكون عليها الفا 1 ويجي السمباثيك يشتغل الفا 1 يعمل باسو كونستريكشن. عشان كده بيقول لك دايما اعرف ان عضلات الفين او جدار الفين مكون من سموس مصل، والسموس مصل دي بيكون عليها الفا 1، فالسمباثيك شغال الفا 1 عامل دايما حاله بارشال فازو كونستريكشن زائد كونتراكشن اوف ذا فين. لما الفين دي تضيق بقى نتيجه السمباثيك كونتراكشن اوف ذا فين ريديوس السايز اوف فينوس ريزرفوار. في اول حصه خالص في الكارديو قلت لكم مين اكتر مكان يعبي دم؟ الفين. فلما الفين دلوقتي تكون دايما ضيقه كم التعبئه اللي جواها هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. يبقى كم الدم اللي خارج منها هيزيد، يبقى كم الدم اللي راجع للقلب هيزيد. يبقى لما تكون الفينز منقبضه معناها انها مش هتعبي دم وهتقدر تطرد الدم منها، ولما الضوء منها هيروح فين؟ على القلب، يعني هيزيد الفينوس ريتير. كونستريكشن اوف ذا فين هيقلل الفينوس ريزرفوار اللي هي السعه، فيزود الفينوس ريتير لانه هيطرد الدم على القلب. بعد كده الجرافيتي، الجرافيتي ريديوس الفينوس ريتيرن ات ذا ليفل بلو ذا هارت، يعني اي مكان تحت القلب يا جماعه الفينوس اللي بيكون قليل. بس هل ينفع يكون الفينوس ريتيرن قليل؟ لا. عشان كده هاويفر ساتش افكت از انتاجونايزد باي، مين اللي بيضاد ده؟ رقم واحد السكيتال ماسل كونتراكشن اللي كنا سميناها السكيتال ماسل بامب، رقم اثنين بريزنس اوف فينوس فالف اللي كانت بتمنع الباك فلو، رقم ثلاثه الريسبيراتوري بامب لان الضغط في كان سالب كان بيزيد مع الريسبيريشن والفينوس تون. يعني هو بيقول لك كل العوامل اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي هي اللي بتضاد الجرافيتي. سؤال بقى الفينوس ريتير اباف ذا ليفل اوف ذا هارت باي جرافيتي انكريز ولا ديكريز؟ انكريز. فوق القلب انكريز، تحت القلب ديكريز، بس هو في الحقيقه مش ديكريز ولا حاجه. هو بيقول لك لو اتكلمنا عن العامل بتاع الجرافيتي بس ولغينا باقي العوامل اعرف ان الفينوس ريتيرن بيقل تحت القلب، بس ده ما بيحصلش لان العوامل كلها شغاله مع بعض، فالجرافيتي تقريبا ما لهاش تاثير اصلا لان باقي العوامل بتضاد الجرافيتي. كونتراكشن اوف بلاد ريزرفوار، ايه البلاد ريزرفوار دي؟ مخازن الدم، واشهر مخزن للدم هو الاسبرين والليفر، دول مخزنين دم. لما ينقبضوا ايه اللي هيحصل؟ هيخرجوا دم، فلما يخرجوا دم البلاد فوليوم يزيد فالفينوس ريتيرن يزيد. اذا لو حصل انقباض لمخازن الدم، الدم هيخرج منهم يخش الاوعيه الدمويه، فلما يخش الاوعيه الدمويه ساعتها البلاد فوليوم هيزيد فكم الدم اللي راجع للقلب هيزيد انكريز الفينوس ريتيرن. ارتيريال بالسيشن، ارتيريال بالسيشن يعني ايه بقى؟ بص ارتي اهو في الاناتومي قال لك ان لازم اي ارتي جنبه حلو قوي، ادي ارتري جنبه فين؟ مين اللي فيه بالص؟ الارتري فين مفهوش بالص؟ الفين الميه ماشيه فيه زي الخرطوم، ميه ماشيه في لو عالي خالص، انما الارتري عمال هنقطع عمال يوسع يدي يوسع يدي يوسع يدي. يقول لك لما يكون ارتري جنبه فين؟ البالص بتاع الارتري بينتقل الى جدار الفين، فلما الارتري بص بقى الارتري لازق في الفين، فلما الارتري يوسع هيروح على مين؟ على الفين، يتك على الفين، فالفين يضيق فيضرب الدم اللي فيه، دي اللي اسمها الارتيريال بالسيشن.
واللي زي ار ميكانيكالي كوندكت النبضات اللي في الارتري بتنقل ميكانيكالي تو ادجسنت فينوس وول لجدار الفين اللي جنب الارتري مما يؤدي الى زياده الفينوس ريتر. يبقى لو خدناها كعوامل بقى الفينوس بريشر عارف التجميع يلا الفينوس بريشر جريدينت كان بيعمل ايه؟ بيزود الفينوس ريتر. الثراسيك بامب بتزود الفينوس ريتر. السكيليتال ماسل بامب بتزود الفينوس ريتر. دايمتر ارتريول بتزود الفينوس ريتر. كابيلاري دايلاتيشن تقلل الفينوس ريتر. الفينوس تون يزود. الجرافيتي تقلل. كونتراكشن بلاد ريزرفوار يزود. ارتيريال بلسيشن اول فاكتور انكريز الفينوس ريتر اكسبت كابيلاري دايلاتيشن اند جرافيتي بلون هارت كلهم بيزودوا الفينوس ريتر ما عدا الكابيلاري دايلاتيشن والجرافيتي بلو الهارت. وده كده بالنسبه للكاردياك اوتبوت.